أعظم القصص بيانا، قصص تشفي الصدور، حكم تخفي الجمانا، فيها للألباب نور، عبرة تهدي الزمان عن غياهب كل جور، إن بها القلب استعانا لاقى في الدنيا السرور، لاقى في الدنيا السرور. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بركة واستعانة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نرحب بكم في حلقة من برنامج أحسن القصص. قص القرآن الكريم لنا الكثير من المواقف والقصص، هي أحسن القصص، فيها المعاني والدروس والعبر. مما قصه لنا القرآن الكريم قصص نبي الله موسى عليه السلام مع قومه، ومن تلك القصص قصة استسقاء موسى لقومه. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه القصة الرائعة منهجا لا بد أن نطبقه في حياتنا، ولا بد أن نتعامل به في سلوكنا. نبي الله موسى عاش مع قومه، امتن الله تعالى عليهم بنعم كثيرة، عدد لنا كثيرا منها، في كل نعمة لا بد أن ننظر فيها حتى نستلهم منها الفوائد والهدايات لنطبقها في حياتنا. نتساءل، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى العيون التي انفجرت من عصا موسى 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، بعدد قبائل بني إسرائيل؟ قد علم كل أناس مشربهم، حتى يعلم الناس مشربهم، حتى يعلم الأسباط، والأسباط بمعنى القبائل عند العرب، ولكن عند بني إسرائيل هم الأسباط. لماذا جعل الله تعالى العيون بعدد بني إسرائيل، بعدد قبائل بني إسرائيل، بعدد أسباط بني إسرائيل؟ في هذه القصة معاني كثيرة، منعا للزحام وتوسعة للناس في معاشهم. فلنرجع إلى واقعنا ولننظر في هذه القصة الرائعة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. اليوم ومع كثرة التخصصات والمهارات والمجالات، مع اهتمامنا بمجال دون مجال، ومهارة دون مهارة، وتخصص دون تخصص، لا بد أن نعلم أننا إذا أردنا أن نعيش حياة الرفاهية، وإذا أردنا أن نعيش بمبادئنا وقيمنا، لا بد أن نعلم بأن لا نلغي بقية المجالات ولا بقية التخصصات. قد علم كل أناس مشربهم، أسباط بني إسرائيل مهما تعددت، لكن حتى لا يحصل بينهم النزاع امتن الله عليهم وأكرمهم بأن جعل العيون بعدد أسباط بني إسرائيل. قد أتخصص وأصير طبيبا، مهندسا، معلما، ولكن لا ألغي بقية التخصصات. قد يكون اهتمامي في مجال العمل التطوعي، ولكن لا ألغي بقية الاهتمامات، متى ما كان الاهتمام صحيحا ونافعا للمجتمع. لا بد أن نعلم بأن الناس لكل منهم تخصصه ومجاله، هكذا هي الحياة. نحن نعلم بأهمية التخصصات والمجالات، فلا يمكن أن نلغي بقية المجالات. نحن نعلم بأن المجتمع الذي لا يقدر فيه أحد إلا تخصصه فإنه سيسعى
لنزاع بقية التخصصات، وهذه مشكلة قد يعاني منها كثير من الناس في المجال الديني وفي المجال الحياتي وفي المجال الاجتماعي. في شهر رمضان مثلا دائما ما تأتي قضية المفاضلة بين بعض الأعمال، هل أشتغل بحفظ القرآن الكريم أم أشتغل بتلاوة القرآن الكريم أم أشتغل في تدبر القرآن الكريم؟ أولا لا بد أن ننطلق من فكرة واضحة، إذا كنا نريد أن نستلهم الدروس العميقة من قصة استسقاء موسى لقومه قد علم كل أناس مشربهم، هنالك حد أدنى في كل التخصصات وفي كل الاهتمامات نأخذ طرفا منها ونتعمق فيها إن كنا متخصصين، أما أن نأتي ونتحدث عن بقية التخصصات وكأنها لا تساوي شيئا فهذه مشكلة لا بد من معالجتها. ما أحسن القصص القرآنية التي تبني فينا أن الإنسان متى ما كان يفعل الخير فلا يمكن أن يأتي من يعاتبه. هنالك حد أدنى في الاهتمام بتلاوة القرآن، وهنالك حد أدنى في الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، وهنالك حد أدنى في الاعتناء بتدبر القرآن الكريم، لكن هناك أناس يتخصصون في الحفظ، فلا يمكن أن يأتي شخص ويذم أولئك الذين يشتغلون بالتلاوة، ولا يمكن للذين يشتغلون بالتلاوة أن يذموا أولئك الذين يشتغلون بالحفظ. هكذا هي العبادات، هكذا هي الأعمال، هكذا هي الحياة. المتخصص لا يمكن أن يلغي بقية التخصصات، المهتم بمهارة من المهارات لا يمكن أن يلغي بقية المهارات، المهتم بمجال من المجالات لا يمكن أن يلغي بقية المجالات. في عملية التصوير والمونتاج والإخراج والتهيئة كل أولئك الأشخاص يتكاملون لا يتصارعون. ما أجمل أن نعترف بمزايا الناس، هنالك توسع أفقي وهنالك توسع عمودي. إذا تخصصت في مجال من المجالات، إذا تخصصت في اهتمام من الاهتمامات، إذا تعمقت في قراءة مجال دون مجال، ما دام المجال فيه خيرا عظيما لا يمكن أن نلغي بقية المجالات. قد علم كل أناس مشربهم، كما أن بني إسرائيل جعل الله لهم عدد العيون بعدد الأسباط، هكذا الحياة اليوم، هكذا الاهتمامات اليوم، هكذا التخصصات اليوم. إذا أردنا أن نعيش حياة السعة والبعد عن النزاع والفراق والخلاف فنأخذ من هذا المعنى الاجتماعي الوارد في قصة موسى مع قومه. هكذا نستفيد دروسا وعبر من أحسن القصص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم القصص بيانا، قصص تشفي الصدور، حكم تخفي الجمانا، فيها للألباب نور، عبرة تهدي الزمانا عن غياهب كل جور، إن بها القلب استعانا لاقى في الدنيا السرور، لاقى في الدنيا السرور.